النهارده جاي اكلمك عن مسلسل حاله خاصه بطوله غاده عادل وطه الدسوقي، والصراحه مسلسل حاله خاصه هو فعلا حاله خاصه اتطرحت. طه الدسوقي اللي من اول ما عرفناه واحنا عرفناه بالستاند اب كوميدي وبالمسلسلات زي بيمبو وموضوع عائلي وفي بيتنا روبوت واخر حاجه مسلسل السفاره، صراحه كلها اعمال كوميديه وكلنا بصبنا على انه هيبقى نجم، بس عمر ما جه في خيالنا اللي احنا شفناه في المسلسل ده. مسلسل حاله خاصه من اول حلقتين نزل وهو قلب الدنيا. افتكر ليه؟ انا جاي النهارده اكلمك عن المسلسل، يلا بينا. بيبتدي المسلسل بطه الدسوقي اللي الصراحه من اول وهله بتشوفه وانت بتحس ان الشخص ده في حاجه غلط بس انت مش فاهم هو ايه، يبقى داخل المسلسل على انك هتشوف حاجه كوميدي زي اللي متعود عليه من طه الدسوقي، بس الحقيقه ان المسلسل بيشدك لحته تانيه خالص. بيبتدي المسلسل بطه الدسوقي اللي بتحس ان هو في حاجه غلط بس انت مش فاهمها، ومش ده طه الدسوقي اللي احنا متعودين عليه. لاخر حاجه كنت شايفها له مسلسل السفاره مع احمد امين كنت بتشوفه بتموت على نفسك من الحقيقه. ان اول حاجه لفتت نظري هي الاغنيه اللي بيسمعها من اول مشهد، اغنيه من التسعينات وحسيت ان هي ليها مدلول، مش اغنيه كده وخلاص بيسمعها، زي ما يكون محبوس في الماضي منعزل لوحده في حاجه معينه انا مش فاهمها، بس انا قلت انت ممكن تبقى عامل فيها عامل محنك وهي اغنيه شغاله وخلاص، كل ده وانا لسه في اول مشهدين. وبعد كده بينزل من بيته نديم اللي هو طه الدسوقي وبيروح محطه الاتوبيس عشان خاطر يركب، من هنا بتحس من تمثيله هو كل ده ما فتحش بقه، الشخصيه دي غير عاديه، هي فيها حاجه يعني في حاجه غامضه في حاجه غلط بس انت مش فاهم هو ايه، بس حسيت من الشخصيه ان هو بيجسد مرض معين. بس اول سؤال جه في بالي، هو المخرج شاف ازاي طه دسوقي في الموضوع ده؟ يعني الشخص اللي هو كوميديا طول الوقت وما طلعش على الشاشه خالص بدراما، ازاي انت شفت انه ممكن تجيبه ويجسد مرض معين والناس فعلا تصدقه؟ بس الصراحه لما كملت الحلقه عرفت ان اختيار المخرج كان ممتاز وان المخرج شاف فيه اللي احنا ما شفناهوش، طه دسوقي فعلا اثبت ده. بعد كده بتظهر غاده عادل اللي هي اماني النجار، محاميه شاطره جدا ومشهوره جدا، وبتعين عندها محامين تحت التدريب لمده 6 شهور وبعد كده بيختاروا منهم واحد. نديم بقى من الناس اللي كانت رايحه عشان خاطر تقدم على الموضوع ده، بس نديم وهو راكب الاتوبيس بنلاحظ ان لما حد بيجي يقعد جنبه ان هو اتضايق، زي ما يكون عايز يقعد لوحده او مش حابب انه يقعد جنب حد، بيقف لحد ما بيوصل وبيروح فعلا مكتب المحاماه، واول ما بيخش المكتب في السكرتيره بتساله انت مين؟ فبيقول لها انا نديم احمد عصران، نديم احمد عصران وجاي عشان اقدم في المحامين اللي تحت التدريب، فبتدي له استماره، فلما بياخد الاستماره بيقول لها طب ممكن قلم؟ ومجرد ما هي بتناوله القلم بيجي واحد اللي هو بالنسبه لي ارخم الكائنات على الارض حسن ابو الروس جاي شادد منه القلم، بيقف مكانه نديم بيتسمر ولا كأن حصل حاجه حواليه، وهنا بقى اتاكدت ان هو بيكسر مرض معين، بس انا لحد دلوقتي مش فاهم المرض ده ايه، ولا فاهم المرض ده بيخلي شخصيته عامله ازاي، ولا بعدها عامل ازاي، بس اللي متاكد منه ان المسلسل كل ده لسه في اول كام مشهد شدني ان انا عايز اكمل، عايز افهم، عايز اتفرج، واداء طه دسوقي لوحده عظمه، هيشدك غير باقي كل النجوم. وبيظهر بعد كده مشهد لاحمد امين مع طه دسوقي، والصراحه وانا بتفرج على المشهد حسيت بمشاعر زي ما يكون احمد امين مبسوط وفرحان بتلميذه اللي هو طه دسوقي لانه طالع من تحت ايده من ايام برنامج البلاتو لحد ما طلع معاه في السفاره، هو اللي اكتشفه وهو اللي بيرشحه لاي حاجه، زي ما يكون بيقول ادي تلميذ اهو بقى بطل مسلسل وفعلا يستاهل انه يشيل مسلسل، ودي مشاعر طيبه قوي من احمد امين انه اصلا يجي ما يعملش دور بطل ويجي يطلع في كام مشهد، فده ان دل فيدل على ان هو اكيد بيحب طه دسوقي. بعد كده نرجع لمكتب المحاماه لاماني النجار وهم بينادوا على نديم عشان يختبروه عشان يشوفوا هيقبلوه ولا لا، وبعد كده بينادوا على نديم عشان نديم يخش المكتب جوه الاختبارات، فبيقعد، فاول ما بيقعد فبيسالوه انت جاي تعمل ايه هنا يا نديم؟ فبيقول لهم والله جميل صاحبي قال لي ان مكتب اماني النجار طالب محامين تتدرب لمده 6 شهور وبعد كده هيتعين منهم واحد، فكنوع من انواع الهزار لما لقوه رص الكلام بيردوا بيقولوا له وانت بقى قلت ايه الجميل؟ فراح جاي قايل لهم انا قلت لهم مين اماني النجار اصلا؟ قالوا له جميل قال لك ايه؟ قال لهم قال لي ان هي اشهر محاميه في مصر، فبتقوم جاي غاده عادل قطع الكلام وسالاه سؤال في المحاماه المفروض ان ما يعرفوش اي حد، بياخد بضع ثواني وبيقوم جاي قايل الاجابه، بعد كده بيسالوه على الماده كذا بيقوم قايل الماده كذا بيقوم قايل الماده كذا، لقوه ان هو حافظ القانون، راحوا سالينه هو انت خريج سنه كام؟ قال لهم والله 2016، قالوا له لا احنا عايزين 2015 فما تحت مش فما فوق، يقوم نديم وهو زعلان جدا وبيمشي يا دوبك خطوتين وبعد كده بيرجع في ذاكرته مشهد وهو قاعد مع والدته وهي بتقول له ان هو عايزاه يبقى ناجح وان الدنيا دي ما فيهاش ولا صاحب ولا صديق، بيقوم جاي يلف في مره واحده لاماني النجار وبيقول لها على فكره انا كنت الاول على دفعتي بس ما تعينتش
لحقتش دكتور في الجامعه عشان هم شايفين ان انا مش عادي، وانت برضو مش عايزه تقبليني عشان شايفين ان انا انسان مش عادي. اماني النجار بتقول له لا، انت اللي مطلوب من 2015 من 2016، انت بس اللي ما قريتش الاعلان كويس. بس هي بتشوف فيه ان هو فعلا محامي شاطر جدا. وهنا برضو لحد دلوقتي احنا ما عرفناش نديم عنده ايه بالظبط، وانا هموت واعرف هو الشخص ده مريض ايه بالظبط. انا شايفه كويس جدا، ما فيهوش اي حاجه غير ان هو بس تحس انه ايه انطوائي شويه. وبعد كده نرجع لمشهد لدور احمد امين اللي هو قايم بدور مذيع في برنامج زي برنامج من سيربح المليون كده، ونديم اللي هو طه الدسوقي ضيف فيه. بيبتدي احمد امين لما يجي يقول السؤال ومفروض يقول اربع اختيارات عشان خاطر يختار منهم، من قبل ما يقول الاختيارات بيقوم جاي نديم على طول مجاوب. جاء السؤال تاني ولسه هيقول الاختيارات بيقوم جاي نديم على طول مجاوب، قال له لا ما ينفعش، انت لازم عشان البرنامج يبقى حلو تديني فرصه اقول الاختيارات واعمل نفسك كانك بتفكر شويه. وبعد كده بيوصلوا عند سؤال المليون، فبيجي احمد امين يساله السؤال، بيبان طه دسوقي كانه مش عارف الاجابه وكل شويه يبص في الساعه لحد ما ابتدى ان هو احمد امين يعد يقول 5 4 3 2، راح جاي نديم على طول مجاوب. احمد امين والجمهور بصوا له بكل استغراب، هو انت كنت عارف الاجابه؟ قال له اه. قال له طب وانت ما قلتهاش ليه؟ انت كنت هتخسر المليون، عشان انت قلت لي سيبني اقول الاختيارات ولازم تقعد تفكر شويه عشان اطلع لطيف والبرنامج يبقى كويس. برضه لحد هنا انا هتجنن، الشخص ده مريض ازاي ومريض ايه؟ ما هو زي الفل اهو، زي ما قلت لكم لو في مشكله انا شايفها فانا شايف ان هو انطوائي شويه بس. وبعد كده بنيجي مشهد لغاده عادل اللي بتظهر في المحكمه وهي عندها قضيه مهمه، كذا محامي من اللي شغالين معاها قاعدين وبتقول لهم انتوا ازاي ما لقيتوش حل للقضيه، ولما بيتكلموا معاها الكلام بيسخن وبترفض منهم اتنين، وبتخش قاعه المحكمه وهي ما عندهاش حل للقضيه، بس بيظهر نديم اللي بيبقى قاعد في قاعه المحكمه، ومن مرافعه المحامي التاني بيفهم تفاصيل في القضيه وبيقوم جاي كاتب الحل في ورقه ومديه لغاده عادل اللي هي اماني النجار، ولما بتشوف الحل بتقوم تترافع وفعلا ده بيكسبها القضيه، فبتقوم بعد كده متصله بنديم عشان يجي يتدرب معاها. الحقيقه ان كل ما هيعدي مشهد هتكتشف ان البني ادم ده خام ونقي جدا، بس في نفس الوقت ذكي جدا جدا جدا. برضه هموت واعرف هو ده يا جماعه مريض ايه. وبعد كده المسلسل بيظهر فيه حسن ابو الروس ارخم كائنات الارض، وانا استغربت ان عظمه زي كده المخرج جايب ده دور فيه ليه، بس عرفت ان هو ان جدا في الدور، لايق جدا على الدور، المخرج فعلا طلع شاطر جايبه يمثل دور واحد رخم. المهم هما مع بعض في قضيه وفي موكله مفروض ان هي عند اماني النجار اللي بيتدرب عندها نديم وحسن ابو الروس وحد تاني، عايزه تخلع جوزها، فلما بيسالوها عايزه تخلعيه ليه ففي الاخر كده بتقول ان هو ما بيعرفش، فواحد زي نديم خام جدا مش عارف معنى الجمله، فلما بيسالهم قدام الموكله بيقولوا لحسن ابو الروس ابقى قول لصاحبك. لما بينزلوا تحت ونديم بيساله يعني ايه ما بيعرفش، بيقول له يعني واحد شبهك كده، وعشان نديم خام جدا وبني ادم نقي صدقه فعلا. ومن هنا بقى هنبتدي نعرف هو مريض ايه، فبياخد بعضه نديم وبيقوم جاي رايح للموكله البيت، بيخبط عليها تفتح له، يقول لها لو سمحت انا عايز اعرف هو ايه المشكله ان جوزك يبقى عنده توحد؟ نعم هو ده مرض التوحد؟ يعني اللي عندك ده توحد؟ يعني الناس اللي بنسمع ان هم عندهم توحد هو بيبقى كده؟ انا عايز اقول لك ان انا والاف بل ممكن تبقى ملايين الناس فاهمه التوحد ده غلط خالص، شابوه ليكوا بجد ان انتوا حطيتوا الضوء على حاجه زي كده. انا واحد من الناس لما كنت بسمع كلمه توحد كنت بفهمها حاجه تانية خالص، انا يبقى ليا الشرف ان يبقى ليا واحد صاحبي زي ده عنده توحد؟ انتوا عارفين بجد بجد المسلسل سلط الضوء على حاجه انا شايفها انسانيه جدا، ناس كتير هتغير وجهه نظرها عن البني ادم المتوحد. بجد شابوه طه الدسوقي مره واثنين وثلاثه وعشر للاداء العظمه ده، انا عمري ما كنت اتخيل ان انت تعرف تمثل كده، انت ممثل شاطر كوميدي من الدرجه الاولى، مفيش اي غبار عليك، بس انت بجد طلعت من العبايه بتاعتك هيبقى ليك مستقبل حاجه تانية خالص، زي ما بيقولوا كل اللي فات حماده واللي جاي بالنسبه لك حماده تانية خالص. شابوه طه الدسوقي وشابوه غاده عادل اللي هي ممثله قديره من زمان، بس طه الدسوقي هو بجد مفاجاه المسلسل. وفي الاخر لو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه هتلاقيني عامل عن نجوم كتير ازاي بداوا حياتهم وازاي وصلوا وبقوا نجوم. سلام.